بونجور اتوس، اهلا وسهلا بيكم. معكم اسعاف عادل. الفيديو ده ان شاء الله من الفيديوهات اللي تخليك عارف تتعامل مع الناس في المواقف المختلفه اليوميه. نقابل يوميا مواقف بتخلينا نقول كلمه ديزولي. انا اسف. وتبر الموقف اللي حصل بنلاقي نفسنا بنقول ديزولي على طول على لساننا. ازاي ممكن ما نستخدمش تاني كلمة ديزولي ونعوضها اكسبريسيون احلى واجمل، وكمان اكسبريسيون بتعزز ثقتي في نفسي. بدل ما اقول انا اسفة على التأخير، انا اسفة ان انا اتأخرت وبتأخر كل يوم، شكرا ان انت استنتني. ببساطة comment je peux remplacer le mot désolé par une phrase puissante، يعني جملة قوية ومعبرة أكتر، ثقتي في نفسي أقوى. renforce بتقوي، renforce votre confiance، هتقوي ثقتك في نفسك. هنغير الاعتذار بالامتنان، la gratitude هو الامتنان، gratitude. Alors، ايه هي الجمل اللي احنا هنشوفها مع بعض في الفيديو ده؟ تعالوا نشوف الجملة الأولى. حد عزمك وانت عايز ترفض العزومة وعايز تعتذر وتتأسف ان انت مش هتقدر تروح. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir ce soir. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir ce soir. تعالوا نشوف دلوقتي الجملة الأشيك اللي فيها امتنان وليس اعتذار، جملة اللي فيها ثقة في نفسك كده. دايما هبدل ديزولي بميرسي. نشوف الجملة تصبح ازاي. ميرسي بور لانفيتاسيون، شكرا على الدعوة. هو عمل اللي عليه وعزمك وانت بتقوله شكرا على الدعوة، خلصت. احسن بكتير ما تقوله جو سوي ديزولي دو نو با بوفوار فينير سو سوار. احساسك حتى وانت بتقول ميرسي بور لانفيتاسيون في ثقة في الكلام، تمام. تعال نشوف الدوزيام فراز. في حالة ما اذا حصل تأخير، جيت متأخر، الجملة المعروفة تأخرنا ندخل كده مكسوفين. هنقول الجملة اللي احنا مش طايقين نقولها وهي Je suis désolée d'être en retard. Je suis désolée d'être en retard. Please سامحوني مش هتأخر تاني. Au lieu de dire Je suis désolée، ممكن نعوضها بجملة تانية أشيك، على الأقل مش هقعد كده وأنا متكدرة طول اليوم. نقول الجملة كده وإحنا رافعين راسنا. Merci de m'avoir attendu. أحلى بكتير. Merci de m'avoir attendu. شكرا إن أنت استنتني. شكرا إن أنت انتظرتني. أحسن من أنا آسف إن اتأخرتي. بنتأخر عن مواعيدنا، ما بنروحش العزومات. تعالوا نشوف الموقف الثالث. دي برضو حلوة قوي. حبيت تطلب حاجة من حد، عايز تبان لبق وذوق، فيما معناه أنا آسف إن أزعجتك يعني. والله أنا آسف، أنا آسف إن أنا بزعجك والله. أوكي، آسف على إزعاجك نقولها إزاي؟ Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je suis désolé de t'avoir dérangé. نعوضها بإيه؟ Merci pour votre temps précieux. شكرا على وقتك الثمين. أنا آسف عطلتك. أنا ممتنة لمساعدتك، مش أنا آسف. جملة رقم 4. عملت غلط غير مقصود، سواء في الدرس سواء في التعامل، المهم صدر منك خطأ. خطأ يعني erreur. Je suis désolée de faire des erreurs. أنا آسف إن أنا برتكب أخطاء. نعوضها بإيه؟ Merci d'être patient avec mes erreurs. Merci d'être patient. شكرا على إن أنت كنت صبور معايا. Avec mes erreurs. Merci d'être patient avec mes erreurs.
رأيك، وشكرا ان انت بتستحملني، شكرا ان انت بتقبلني احسن. انا اسف ان انا بغلط، انا اسف. الموقف الخامس والاخير، لما مثلا تلاقي نفسك بدأت تتكلم عن تفاصيلك ومشاكلك الخاصة، وحسيت ان انت ارهقت اللي قدامك او دخلته في مشاكلك، وحابب ان انت تعتذر ان انت كنت تقيل عليه ودخلته في مشاكلك وضايقته بمشاكلك يعني، تمام. فبدل ما تقول انا اسف ان انا حكيت لك مشاكلي واسف ان ضايقتك بمشاكلي، مشاكل ايه هي؟ دي بروبلام. alors je suis désolée de parler de mes problèmes، انا اسفه ان انا اتكلمت في مشاكلي. je suis désolée de parler de mes problèmes، au lieu de dire je suis désolée alors merci de m'écouter si souvent، شكرا ان انت سمعتني. Merci de m'écouter si souvent. شكرا ان انت كنت مستمع. لو في اي موقف تاني حسيتوا ان انتوا عايزين تعتذروا فيه وعايزين جملة اشيك من كده، اكتبولي ايه الموقف اللي انا ما اتكلمتش فيه وانتوا اتحطيتوا فيه وعايزين الجملة الشياكة بتاعته بدل je suis désolée. اوكي، اتمنى ان الجمل دي تستخدموها. احب دايما ان اللي بيتعلم اللغة بيتعلمها عن طريق جمل واستخدام جمل وممارسة جمل، وليس عن طريق حفظ كلمات. انا ضد حفظ الكلمات. اتمنى ان الجمل دي تكون اضافة لحصيلتك اللغوية وممارستك اليومية. لو لقيت ان الفيديو ده عمل لك اضافة لمعلوماتك والمستوى، ولقيت ان المعلومات اللي في الفيديو ده سهل تطبقها وتستفيد بيها وتستمتع وانت بتمارسها، اتمنى ان انا اشوف اللايك بتاعك والتعليق بتاعك وتشجيعك للمحتوى المفيد. عايز اقول لكم ميرسي، شكرا ليكم ان انتوا سمعتوني لحد الاخر، فضلتوا في الفيديو لحد الاخر. على بخشان.